السلام عليكم. يعتبر الإرث العائلي أحد أهم مسببات تشتت أفراد الأسرة، حيث يفضل الإنسان ربح المال على الحفاظ على الأخوة، ويلجؤون إلى بيع المنزل الكبير ليحصلوا على المال، أو الصراع حول من يبقى بمنزل العائلة بعد وفاة الوالدين. في السابق عندما يمرض أحد الوالدين كان الأخوة يعيشون الحزن ويتشاطرون بينهم في الشدائد ورفع المعنويات. ما الذي جرى اليوم؟ أليس هذا والدكم ووالدتكم الذين بذلوا جهداً كبيراً من أجلكم؟ أليس هم من تمنوا لكم الخير؟ نحن لا نعترض على تقسيم الميراث، فهذا حق مشروع، لكننا نعترض على الطريقة في الصراع بين الأخوة من أجل الإرث والخصومات والتفرقة بين الأهل من أجل المال الفاني من الحياة. وليس من المعقول الجري وراء المال بعد ثواني من إخراج المرحوم من بيته وذهاب المعزين، وهذا لا يعطي للأسف أولوية ولا أي احترام وسط اختلاط خلقي وأطماع شخصية. أليست الأخوة أو الرابط العائلي أيا كان نوع الميراث والتركة هو الأجدى حلما من الجري نحو المحاكم؟ أهلا بكم بالتفصيل، معي أنا ناطق صلاح الدين. تشاهدون اليوم بالتفصيل. طلعوه بكارتونة، وين تخلي يعني طفل ومطلعينه بكارتونة، كارتونة مال بطالة اللي تفرق بالصيدلية اللي بصف المستشفى. شيء بالروس، طفل صغير ما له ذنب، من يتحمل ذنب هذا؟ دنيت على الكارتونة، فتحوا الكارتونة، هو ملفوف بالوصلة الزرقاء، راسه ملفوف. وطلب مبلغ 500 مليون حتى يعني نشتغل بهذا المشروع. جهزت المبلغ، طيت المبلغ، رأس المال 534 مليون، يعني سوى بالمبلغ 900 مليون قبض، وهو يطلب 330، وصارت هاي يعني عملية نصب واحتيال. وكل من يطلع اللي عنده ونتحاسب بالقناة قدام العالم، وأنطيك مواعيد قدام العالم، وأنطيك ضمانات قدام العالم، ووراها أحاكمك محاكم عشائرية. أدتني رسالة تهديد، أنا راح أجي أكتلك أنت وجهالة بالقتل بابني، تمثيل بي وتمثيل القتل بي وتمثيل بجيتسي وحرق عائلتي. هاي الرسالة موجودة، فما نقدر نبقى بالبيت احنا. يعني هي نتلت بالكهرباء، رادوا يخطفون ابني همات، فمن فتحت الباب ضربوني طابوقي. قلت لو أمي الهجار اللي انضربنا فيه كنا وطلعنا من البيت. هاي داخلين بيها شغلات، عصابة مكونة من 7 أشخاص وثلاث بنات وياهم. إلى أن انتهى العمل قالت لي ما أعطيك حقوقك أبد. أنت شو تطلب مرة؟ أطلب بالمليار وربع. يعني شو تقولي كلامي يصير مضبوط؟ يعني ما أعرف يعني عندها حساسة يجوز هي، ما أنا ما أدري. نصب واحتيال 57. بالتفصيل مع ناطق صلاح الدين. كانت هذه أبرز ملفات هذا اليوم في البرنامج. أنتظر مشاركاتكم وتفاعلكم مع البث المباشر على تطبيق فيسبوك التابع لقناة يو تي في من خلال تعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم حول ملفات اليوم. كما أستقبل مشاكلكم على صفحة الشخصية باسم ناطق صلاح الدين. شعار البرنامج دائما هو حق الرد مكفول للجميع. نفتح معكم الملف الأول، هل دفن حياً؟ طلعوه بكارتونة، وين تخلي يعني طفل ومطلعينه بكارتونة، كارتونة مال بطالة اللي تفرق بالصيدلية اللي بصف المستشفى. شيء بالروس، طفل صغير ما له ذنب، من يتحمل ذنب هذا؟ دنيت على الكارتونة، فتحوا الكارتونة، هو ملفوف بالوصلة الزرقاء، راسه ملفوف. سابقا عرضنا كثير من حالات الأخطاء الطبية في برنامجنا،
ودائما انه هذه الاخطاء هي وارده بكل المجالات، لان بالنهايه الطبيب هو انسان والانسان معرض للخطا. لكن اليوم بقصتنا القادمه صعب انه نقول عليه خطا طبي، لان من بدايات المهنه وما ممكن ان تعلن حاله وفاه بدون ان نتاكد 100%. برغام مواطن من الديوانيه متزوج وزوجته كانت حامل حمل طبيعي جدا الى حد ما صارت عندها ولادة مبكرة والطفل إجى للدنيا، لكن بعد ما فحصوا الأطباء قالوا أن الطفل ميت وما عنده نبض. لكن أثناء دفن هذا الطفل اكتشف الأب أنه ابنه بعد عايش ويتنفس، واخذوه بسرعة للمستشفى، لكن الطفل للأسف توفى وفاة حقيقية. القصة الكاملة يرويها الآن أبو الطفل من خلال هذا التقرير. اللي صار انه اني صارت عندي ولاده مبكره لزوجتي، صار يعني الم تقلصات، وصار يعني انجبرت انه انا اروح اراجع اسوي سونار ملون واراجع الدكتوره واشوف شنو اسباب هاي الالام، لان انا قبل بيوم انا الامور طبيعيه والحمل جدا ما يعني ما بي اي اشكال، والامور امورها الصحيه زينه وكلش يعني ما معاني من اي مشكله. فصار الصبح رحت لها المستشفى الفرات الأوسط، طلبت من عندي أنه أنا أسوي سونار. السونار هذا بمستشفى النسائية، مستشفى الولادة. رحت كملت الإجراء، جبت الأوراق مالتها وجبت العلاج. تعرف أنت سويت الطبلة، مبلغ المالي أهم شيء، يعني فلوس أهم شيء لازم تجيبهن، لأن ما حد يقول لك سلام عليكم إذا ما وياك فلوسك. قالوا لي محتاجين دم، فالدم انت تعرف لازم كنا اروح المصرف الدم. رحت المصرف الدم، مصرف الدم قالوا البطل ب 25. يابا ليش احنا نعطي دم؟ قالوا لا، انت جاي من مستشفى اهلي، لو جايني من مستشفى حكومي اعطيك اياه بلاش يصير. جبت البطاله مال الدم، تلقوني الاهل بالباب والنسوان اللي عندنا واقفات ويا زوجتي، تلقوني قالوا انا لله وانا اليه راجعون. سلمت امري لله، انا لا جايب لطبر ولا جايب لفاس واقف بباب الدكتور وقايل له الا تخلق لي ابني. ظنه هذا وصله منك. قعدت بين اني شهقه ماخذتني، بين اني التعب، 5 اشهر معانات ويا حمل ما اجى بالهين نهائيا. يعني من بدا الحمل لحد هاي اللحظه اللي وصلت بيها بالاخير، طلعوه بكارتونه. وين تخلي يعني طفل ومطلعينه بكارتونه؟ كارتونه مال بطاله اللي تفرق بالصيدليه اللي بصف المستشفى. طلعوه، انا شفت الكارتونه عبرت علي، ظلت على قاعدتي. احنا تعرف اكو مكان عندنا للاطفال اللي رضع انه ما يتكلف العائله وتدفن بالنجف، وباعتباره هو طفل رضيع ندفن سيد مكان سيد بحيل. قال لي هاي لحمه منك، تعال شوفها، القي نظره عليها اخيره، لان طفل كامل ما اجى بي نقص. اجيت الدنيا، المغتسل مال سيد بحيل هو عباره عن مغتسل صغير جدا، يعني جدا صغير، سيراميكا وسطل مي وفتشي، يعني فتشي بسيط له. دنيت على الكارتونة، فتحوا الكارتونة، هو ملفوف بالوصلة الزرقاء، رأسه ملفوف، يعني الوصلة وخروها على جهة، ارتفعت بطنه لفوق. الشهقة الطفل صارت بإذني. هاي اللحظة بعداني ما أعرف شو أوصف لك إياها، من الصيح، بين شو تقول يعني. الطفل اليوم اللي يجي بعافيته بتسعة أشهر كاملة ما يخلوه يشتم الهواء. قوة وصلت المستشفى الفرات الأوسط، طبيت بين أصيح بين ممكن يجوز غلطيت ممكن، بس أنا مو بوعي. يا ناس يا عالم الحقوني، ابن عادي لك فوق الطفل، ماكو ربع ساعة طلع بي طوارئ المستشفى. اجوا قالوا عفناه بال 12:30، هو حالته تنفسه طبيعي وهو بالخدج. يومين أنا ظليت بهاي الحالة، اليوم الأول واليوم الثاني رحت رجعت للبيت، بين ما سبحت بين ما بدلت ملابسي اتصلوا بي قالوا توفى. رجعت المستشفى الأطفال، ما رجعت المستشفى الأطفال قالوا لازم تسوي طبلة، أنت رافض تسوي طبلة. قلت لهم أنا مو أرفض أسوي طبلة، بس أنا إذا سويت طبلة معناتها أنا جايبة للمستشفى، المستشفى هو أجى من مستشفى ثانية، لأن تعرف التدفين المسؤولية، ما يقدر إنسان يا هتان عنده طفيل عنده شيء لازم شيء يجي من الصحة موقع شيء على مود يسجل بأنه هو جاي من جهة رسمية أصولية على مود
يتجنب السين والجيم، ولادة ميتة موقعة ومختومة بيوم 1/9، وعندي ورقة ثانية باليوم الثاني باليوم اللي اتصلوا علي وقالوا سوي شهادة وفاة، عندي الورقة الثانية اللي سويتها. شيء بالروس، طفل صغير ما له ذنب، من يتحمل ذنب هذا؟ الطفل هذا من يتحمل ذنب؟ احنا وليد هذا البلد، اليوم اذا ما الدولة هي اللي تطلع الحاجة من الطفل. لما رجعوا مرة ثانية للمستشفى توفى وفاة حقيقية، والد الطفل هو اللي تحدث وهو الآن ويانا على تليفون. سيد الرغام، سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا بك. بداية أقدم شكري لجنابك الكريم والكل كادر برنامج مع ناطق، وكذلك الشكر موصول إلى الأخ والصديق حسنين المياحي. تفضل استاذ. شكرا جزيلا. ردت أعرف أنه أنت شلون عرفت يتنفس؟ شنتوا تيدون الدفنو وشفتوا بطنة تتنفس؟ استاذ الكريم، هي يعني كلمة من الأخ الكبير إلي أبو عبد الله واقف الصفي، قال لي ألقي نظرة الوداع على ابنك اللي حتى تدفنوه، يعني كامل يعني كامل جسمه مثل ما المقطع موضح أمامك. نعم. أستاذنا الكريم. أي. إنه جاي يشوف الطفل ما بي أي نقص. اليوم شرعا إحنا من استفتينا وسألنا إنه الطفل هو حتى وإن كان غير كامل هو 3 شهور تنزل به الروح. أستاذنا تمام، بس قل لي شلون اكتشفت درغام؟ تمام، بس قل لي درغام، مريد نعرف احنا على مدى الوقت، يعني شلون من دفنا انت شفت يتنفس؟ احنا من وصلنا قالوا بس القي نظره الوداع، النظره الاخيره لهذا الطفل، لان باعتبار اني زين ما كنت موجود، كنت افتر على اجراءات العمليه، جبت بطل دم وبطلين دم من مصرف الدم وجبت العلاج. فمن طلعوه مو أنا اللي طلعته، اللي طلعوه أخوتي، واللي خلوه بالسيارة أيضا أخوتي. فقالوا هاي نظرة الأخيرة هي للطفل. زين. فطلعت عليه بين ما فتحوا الكرتونة، بين ما وخر هذا الشاش أو القماش اللي معروف هو بالمستشفيات يتخلى على الثدييات. وإذا بالطفل هو أخذ نفس طبيعي، وإذا بالطفل كأنه كان يعاني من اختناق. أنت لحظتها يعني لحظتها من شفته يتنفس إيش قلت؟ يعني شون واجهت هذا أوصف لك إياها أستاذ، أنا هسه إيش ما أوصف لك وإيش ما أعبر لك، ما أقدر أوصف لك هذا الموقف أستاذ. يعني قاعد أشوف أنه طفل معذب، هو ساعتين مشمور، يعني شادين وجهه كلي تلافي، يعني كلي تهم كانوا يعني مثل ما موضح قدامك. حتى من بعد ما وخروها يعني ما اعرف شلون اتصرف. اخوي ابو عبد الله ما اعرف شلون طلع جهازه، انا ذيك الساعه حتى نسيت مساله التصوير. انا اسالك بالله يا استاذ، انا لو مو جاي التصوير شنو اللي يثبت انه اني عز الطفل عادل؟ صحيح. واسال سؤال ثاني، انا لو في هذه الفترة اللي رجعت بيها باعتبار الطفل معذب ساعتين، باعتبار الطفل عانى ما عانى ورجعت في باب المستشفى وأيضا هو توفى، أسألك بالله من يصدق بأنه آني رجعت لولا التصوير الحياة؟ فعلا ما حد يصدق. صحيح. ما حد يصدق، لا قانونا ولا عرفا ولا كل شيء، ما حد ياخذ. زين درغام، تعتبر أنت إنسان بالمجتمع الدور فصل. طيب درغام، هو ابنك انت سميته جعفر، يعني كم شهر واجى للدنيا؟ 6 ولا 7 اشهر؟ هو في عمر اللي مكتوب هو 22 اسبوع، يعني ما يقارب تقريبا 6 اشهر. اني من اجى استاذ ناطق، انا اريد اوضح لك فد فكره. تفضل. اني ما وقفت وطلبت من الدكتوره فد معجزه، ولا طلبت من الكادر فد معجزه يا استاذ ناطق. اني رديت هم يكونون وسيله، لان الحياه والموت هو شيء بيد رب العالمين. اليوم رب العالمين اللي يحيي، ممكن هذا الطفل بمعجزة من رب العالمين لو اهتمينا به وخليناه في ظروف يعني ملائمة ممكن. طيب. انه هو يعيش، لكن هو ذنبه انه هو للأسف انه هو اجب هذا الاهمال الطبي اللي ما اعرف شو وصف الكياء. القضية امام انظار كل الناس، الناس قاعد تشوف المشهد. طيب درغام، يعني الآن كل الوزارة، وزارة الصحة شافت، أنت احنا ما نقول كل الأطباء هم يخطئون دائما، لكن تصير هاي الحالات، أنت شو تقول كلمة أخيرة باللي صار لك هذا الحادث الغريب؟ أني هذا الحادث
أستاذ ناطق أنا هذا الحادث ما راح أتركه. يشهد الله أنا معروف بين الناس إنه إنسان مهذب وما أدور منا منا ولا أدور بصوله، بس أنا اليوم إذا سكتت وذاك سكت وهذا سكت الحالة راح تتكرر يا أستاذ ناطق، وما راح نحد من هاي المسألة. اليوم للأسف للأسف بعض الأطباء ينظرون للمريض كعملة، يعني يتعامل وياه ويشوفه مو كأي إنسان، يشوفه قدامه كورقة مالية يتعامل بيها. أنا ماشي بالقضية بالقضاء، أنا اليوم اتجه بالقضاء وباتجاه الدولة، ما نطلع اليوم عن شور الدولة. شي يفرض القانون، شي يفرض الحكم اللي احنا تربينا عليه احنا قابلين به. طيب درغام احنا اليوم أنا أستاذ ناطق بس اسمح لي، ما عندنا وقت. نعم. تقول لي توجه بعض الكلام لبعض الأطراف اللي دخلت في المسألة، تقول أنا متفضلة. أنت ما متفضلة يا حضرة الدكتورة، أنت اجيتي وأخذتي أجور عملية اللي هي 420,000 يعني الولادة بالكامل مع المبلغ الكلي للمستشفى يصير 700. طيب. ما عدا العلاجات. طيب درغام، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة والناس حتشوف هذا الموضوع وكل المسؤولين بالدولة. شكرا جزيلا. بعد لحظات راح نتابع قصة معين اللي يطلب 1.25 مليار دينار من امرأة. بعد قليل. إذا أنا انتهى العمل قلت لي ما أعطيك حقوقك أبد. أنت جاي تطلب مرة؟ أطلب بالمليار وربع. يعني شو تقولي كلامي يصير مضبوط؟ يعني ما أعرف، يعني عندها حاسة السادسة يجوز هي، ما أدري. نصب واحتيال 57. إذن القصة القادمة من بابل عن المواطن معين اللي دخل مقاولة لإحدى الجامعات، ولكن إحدى الموظفات جعلته ياخذ المقاولة مكلفتها 1.25 مليار دينار. لحد هاي اللحظة معين ما قبض ولا فلس. شلون تمت العملية؟ رح نشوف الآن بالتفصيل ما دار بهذه القضية من مشاكل على معين. رح نشوف الآن من خلال هذا الريبورتاج. قالت وياها مقاولة بالكلية، هي كانت مديرة حسابات، فكل شيء بيدها، المقاولات وحسابات الكلية كلها بيدها. أثناء العمل بعد ما تعطيني يعني حقوقي، إلى أن انتهى العمل قالت لي ما أعطيك حقوقك أبد. فقدمت شكوى للمحكمة، فأثناء الشكوى جابوا صكوك، قالوا لي هذا، قال القاضي، قال هذا اني مستلم معين. فشفت الصكوك ذني مو توقيعي. انت جيت تطلب مره؟ اطلب بالمليار وربع. مليار وربع؟ اي. جيت تطلب من عندي؟ ما اعطوني ولا فلس ولا صار السنه الثالثه. اشتكيت؟ قلت رئيس الجامعه؟ قلت له هو ما يعطون ابد، مجرد يعني هيك ما يعطون، يعني مو بس الي، اكو مقاولين ثلاثه ما اعطوهم، واكو مقاول انقتل اخوه لان مطلوب وما اعطوه، قال بس اعطيني 250 بس اوفي ديني. ما اعطته. ساحبه صكوك باسمي ومستلمه فلوسهم. وعندنا هاي التقرير الادله الجنائيه مال النجف، 5 اعضاء ومقع مكاني ومستلمه الفلوس، حتى افادتها بالتحقيق نص الكلام قالوا. ساحبه ما يقارب 130 مليون. قبل ما تصير المحاكمه بيومين قلت لي انا راح اطلع افراج. هو فعلا طلعت افراج، ولو مال المحكمه التمييز ردوا القضاء رد كلش قوي، العفو رد القرار رد كلش قوي. بعث المحامي قال عمر ما شايفان هيك نقض القرار، كله نقص واخطاء. يعني شو تقولي كلامه يصير مضبوط؟ يعني ما اعرف، يعني عندها حاسه السادسه يجوز هي، ما ادري. يعني هي حتى محكومه عندها جنحه، محكومه نصب واحتيال على فقره 57. اي 57 نصب والاحتيال، هذه هاي شوف هنا حكمت المحكمه على المجرمه اي براها ساد. شو فجاه اشوفها مسويه مؤتمر صحفي مرشح بالانتخابات. عندها جنحه حكم، ثانيا عندها تزوير صكوك، وعليها القاء قبض، وبالجامعه
مو كثر المشاكل اللي صارت وياها طلعوها من الجامعة. أجا كتاب عليها فصل من الكلية من الوزير ورجعت. أشو باعت الحصة مالتها طلعت تقول أنا مستثمرة ومدعومة من المملكة المتحدة. لا مدعومة ولا أبد، هي راحت ب$5,000 ويا جروب، ها هي وما عندها لا مستثمرة ولا أبد وتريد ترشح. إذا أنا وياها شو سوت بي أنا وكم مقاول؟ لعذا رشحت من الانتخابات وذا نجحت من الانتخابات ايش راح اسوي بها الحله؟ اطالب مجلس القضاء الاعلى بالنظر بقضيتي واطالب المدير الرقابه الماليه. دعوتي صار لها سنه ونص يمه. نصب واحتيال 57 على 57 تصرف ملك الغير. فارجو من المفوضيه ينتبهون على هذا الفقرة كلش مهمة. هذا الأوراق مال الصكوك مزورة هي بنفسها تقرير الأدلة الجنائية. هذه المشاكل كثرت بهذه الأيام، مسألة اختلاس نصب احتيال على مواطن آخر ويخسر كل مبالغ المالية. الآن راح ننتقل مباشرة إلى معين المتضرر بخسارة مبلغ مليار وربع المليار دينار حتى نفهم القضية بالتفصيل. أهلا بك سيد معين. بداية أنت مقاول بناء، أنت مقاول بناء، شلون تم الاتفاق ورحت حتى تعمل هاي المقاولة في هذه الجامعة أو الكلية؟ شلون صارت؟ هي عندها بناء وعرضت علينا مقاولة، رحت أنا أشتغل بالكلية على مقاولات. اي يعني تم الاتفاق انه تجي انت تاخذ هاي المقاوله؟ اي تم الاتفاق اخذ المقاوله واخذت المقاوله والعمل حسب الاصول. ومن كمل العمل ما تعطيني فلوس، تقول لي ما اعطيك الفلوس. انتوا اتفقتوا على مبلغ؟ انتوا اتفقتوا معين اتفقتوا اول شيء على مبلغ؟ اتفقنا على مبلغ طبعا. اتفقنا على مبلغ وعقود وعقود كل شيء رسمي. زين شلون قيمت المبلغ مليار وربع مليار؟ شلون قيمت؟ عندك وصولات فواتير حسب العقود لك؟ حسب العقود اللي عندي. لا عقود ووصولات كلها عندي، كلها كامل، كلها بشكل رسمي موجوده، كل شيء عندي جاهز. ايش قد طول البناء؟ اي كل شيء. فمن قالت لي ما طول حوالي سنه ونص. زين سنه ونص ما قلت لهم انت يعني من كمل ما قلت لهم على 6 اشهر مثلا يعطوني؟ لا هم قالوا لي من تخلص. لا هم قالوا لي من تخلص نعطيك، وانا اشتغل وما يعطون واشتغل وما يعطون الان كمل العمل وما اعطوني. زين معين هذا شيء طبيعي؟ هذا شيء طبيعي انه واحد غير ياخذ على يقسط المبلغ، انه هذا المبلغ هو مليار وكسور، يعني مو معقول انه انت يقولوا لك لما تخلص نعطيك، يعني يمكن ماكو مقاولين يشتغلون بهالطريقه. والله انا مشيت انا على الثقه شغلي، ليش انا توصلت هالمرحله؟ لان اثق بالناس، هذا السبب. وانا المره كانت عندنا علاقه بها زينه، يعني ما عندنا شيء وياها. علاقه طبيعيه، شو من كمل الشغل كل شيء اختلف. فرحت اشتكيت بالمحكمه عليها. فقالت انا ما مطيع مبلغ وما يطلبني هالقد. فجبنا الصكوك من المصرف. فالصكوك من اثناء القاضي مدى يقلب الصكوك فشفت صكوك مزوره. قلت أستاذ هذا مو صكوك، ما عاد لي، مو توقيعي. فالقاضي قال لي بامكانك تشتكي، هذا بعد شيء عايد لك. فرحت اشتكيت بالمحكمه على طلع الصكوك مزوره. وعندي تقرير، ما منتهي المحكمه بعدها. عندي تقرير الادله الجنائيه، 7 خبراء قالوا هذا التواقيع الموقعه فوق اسم معين يطابق تواقيع المتهمه. نعم. صارت المحكمة عليها ولحد الآن جار التحقيق، والمحكمة صار لها ما يقارب يعني سنتين. زين لو الفلوس ما تجيك أبدا، شنو الخسارة اللي راح تصير لك؟ مليار وربع مليار دينار، يعني مبلغ والله لا يستاهل يعني. أي والله يعني أنا يعني انهار أنت، يعني وش عندي أنا؟ هو هذا كل اللي عندي هذا، ومن غير الفلوس هماتين اطلب الهياب بيني وبينها، هماتين ما تعطيني اياهن.
انت اشتكيت اشتكيت بس كل شيء ما تنفذ 40 مليون انت اشتكيت بس كل شيء ما تنفذ لا القاء قبض ولا تحقيقات لحد الان كل شيء ما تنفذ هي طلعت لا بالعكس طلع عليها القاء قبض وطلع عليها تحقيقات اي بس ما تنفذ مو عليها على غير دعوه ما تنفذ لا ما طلع كل شيء بس تجي ومكفله وكل شيء انتهي ولحد الان كل شيء ما حصلت صار 3 سنين والمحكمة حكمت عليه بالفراج معين انت الان انت الان التمييز غدول الكل ده يشوفك على التلفزيون شو تريد تقول بسرعة من كلمة والله يعني انا اناشد المجلس قضاء العلا واناشد الرقابة المالية يعني عجون بكتاب بالرقابة المالية الكتاب صار له سنة ونص وهي دزت لي خبر قالت لي كتاب بعد 4 سنين ما يطلع ولحد الان صدق صار لسنة ونص يعني انا اشهد الرقابه الماليه يعجلون بالكتاب والكتاب التقرير كله كامل بس توقيع المدير ونايم صار لسنة ونص وبعد يوم الله يوم الرقابه الماليه ومجلس قضاء الاعلى ينقض قضيتي ان شاء الله يتابعون القضيه كل المسؤولين عن هذه الماده شكرا جزيلا لك اخ معين اذا نتواصل في تقديم برنامجنا لكن بعد الفاصل راح نشوف تهديد بالقتل وحرق سيارات كل هذا الصراع بين الأخوة من أجل الورث بعد الفاصل أجت رسالة تهديد أنا راح أجي أكتلك أنت وجهالك بالقتل بابني تمثيل بي وتمثيل القتل بي وتمثيل بجدتي وحرق عائلتي هاي الرسالة موجودة فما نقدر نبقى بالبيت احنا يعني هي نتلت بالكهرباء رادوا يخطفون ابني همات فمن فتحت الباب ضربوني طابوقي قلت له امي الهجار اللي انضربنا كبير كنا وطلعنا من البيت هاي داخلين بيها شغلات عصابة مكونة من 7 أشخاص وثلاث بنات وياهم أهلا بكم من جديد الورث مشكلة أزلية وقديمة غالبا ما تحدث خلافات في العائلة الواحدة بعد وفاة الأب أو الأم وتجي مرحلة تقسيم الورث وتبدي ساعتها كل المشاكل لكن الأمور ما شاء الله الآن تطورت حتى بالورث بحيث أصبحوا يتقاسمون الورث وصاحب الملك بعد حي يرزق نحن نعيش في زمن لا يعلم به إلا الله أحد المواطنين يشكي من محاربة إخوانه بحيث تم تهديده بقتله وهو وأبنائه وحرق سياراته من أجل بيت العائلة على الرغم والدتهم بعدها عايشة وعلى قيد الحياة الآن رح نتابع هذه القضية من خلال الأخ اللي تعرض إلى تهديد من قبل إخوانه خلينا نتابع في 2016 يعني كنت قاعد بالبيت وجو اخوتي واحد سكن فوق واحد بايجار وطي ايجار فبالاربعة بالليل واحنا نايمين ما حسيت الا السيارة عندي بالقراج بالبلوك وبالكسر لياها ماكو بالحجار كل بلوك القمارة الجام وهي بالقراج فمن طلعنا لقيناه يعيط وشايد دبات بنزين يجذب على بيتنا اللي يحرقني انا وجهالي فبكت خابرت الدوريات جتنا 10 دوريات سجلت دعوة عليه ثاني يوم اجوا خوالي وولد عمي فقعدنا بالبيت قالوا ما يصير خاطر والدتك انت اخوهم مقام ابوهم انت الكبير فريدك تعوف الدعوة ولا تشتكي وان شاء الله احنا راح نحلها قلت لهم ان شاء الله ما طول بوجودكم انتم بعد هاي اللي قلتوا صار لين البيت مال ورثه باسم والدي اللي يطلعوني من عده حتى يكوشون عليهم ما ياخذونه هذا المخطط مالهم فمن قعدوا وبكته خالي الكبير اخو والدتي وولد عمي بحضور ولد عمي قالوا انت تريد شنو قلت لهم لا اريد اني اريد اخذ حصتي واطلع وخلي البيت ياخذونه لهم ما اريده فسووا تعهد عليهم طلب ماكو كتبوا لي ابن عمي كتبه وخلى بي مضبطه العفو مضبطه والمضبطه بيها شهود ولد عمي وخالي وقع قالوا خلال شهرين نعطيك 25 مليون حصتك
ولا شهرين رحت للخال بقت الورقه المضبطه يمه، قلت لها خال جابوا لك فلوس؟ قال والله اللي حد الان ما جابوا لي. والدتي وقعت بالصلاه خطيه دا تصلي الصبح، فمن دا تصلي عثرت بالشرشف وانكسر الحوض مالها، فجبت اسعاف وديت المستشفى اليرموك. اثناء الطوارئ بمستشفى اليرموك اجى الدكتور قال بالنسبه لوالدتك بيها ضغط وسكر ومرض كبيره وبيها ذبحه صدريه، فاذا سوى العمليه بالبنج تموت. اخوي الصغير سوى من سمع هذا الخبر قام يخطط هو وزوجته، بان امي راح تموت بس سوى عمليه، فسوى قام يخطط على البيت. من وديته على اساس سوى الدكتور بس قالوا فحوصات نوموها بقت حوالي اسبوعين ثلاثه، ارادوا من عندي مبلغ، قلت لكم ان شاء الله انا دبره مع العمليه وبسيطه. فقام يهدد بالقتل، انا راح اجي اكلتك انت وجهالك. فمن رحت للبيت طلعت خابرني ولد صديقه وياه بالمستشفى، قال لي اخذ جهالك وانهزم راح يجي برشاش يقتلكم. قلت له انا رايح للفوج راح اشتكي من الاستخبارات عليه. قال لي تشتكي ولا راح يقتل جهالك. ساعه 2:30 جاي شخص ملثم، اخوي عنده 4 كاميرات، الكاميرات 24 ساعه تشتغل، 4 فوق بيتنا، 4 مخلين موجهين على بابي وعلى سيارتي. وأثناء الحرق ما السيارة هو وابن اختي ما موجودين يفتر بسيارته، فالسيارة احترقت. من احترقت دقوا الباب عليه جوارين، يعني من أحس الباب يضربوه دفرات يضربونه. أجتني رسالة تهديد من قبل أخويا، هي من قبل أخويا، وبوقتها قلت له أجتني رسالة تهديد، قال لي هاي ما زعاطيط. قلت له هاي رسالة تهديد موجودة بالقتل بابني، تمثيل بي وتمثيل القتل بي وتمثيل بجدتي وحرق عائلتي، هاي الرسالة موجودة. فمن نقدر نبقى بالبيت احنا؟ رحنا للمركز سجلنا دعوة، فمن سجلنا دعوة قالوا سوينا تقارير طبية. رحت المستشفى اليرموك سوينا تقرير، زوجتي مضروبة بخاصرتها، هي حامل مضروبة بخاصرتها يعني بطابوق ضارب اخويا، وابني مضروب وبنتي. التقارير كلها موجودة هاي هنا عندي، تقارير طبية سلمتها بالمركز. تقارير طبية كلها سلمتها بالمركز، بقت بالمركز. فأنا من سجلت الدعوة قدمت طلب للقاضي بحالة الدعوة إلى المكافحة بين هاي عصابة مهدد بالقتل أنا وعائلتي، ما حال ياها. وقفت بنية يوم واحد ثاني يوم طلعوها دزلي رسالة تهديد عن طريق الشركة آسيا، جابوا العائدية مالته، طلع العنوان ماله، طلع العنوان ماله بالنعمانية، صدروا الأمر قبض القاضي عليه. رحت للنعمانية سلمتها بالمركز القبض، ورا 7 أشهر يلا سلموا. ما احنا ما نقدر نتهم احد، هي شغلة صارت ورث بالبيت، هي صار على مود الورث مشاكل، فقمنا نتحارب احنا، قمنا نتحارب يعني عندي حماية قاعد فوق انا ماخذ الطابق الثاني، وحماية بصفنا هم مأجر بيت وقاعد. يعني هي نتلت بالكهرباء، رادوا يخطفون ابني، همات لحقوا سيارة جتي ماطور بالليل، همات ضربوا بابنا ساعة 2:30 بالليل، هددونا بالسلاح، هاي كلها في سبيل احنا نطلع من البيت ما نبقى. يعني ظلينا تقريبا من سنة 2020 لحد الآن. تهجموا علينا آخر مرة قبل لا نشيل، تهجموا علينا فطلعت جاي أشوف منو، فمن فتحت الباب ضربوني طابوقه جت بكتفي، صار عندي رذوذ. هواي دائما يجون بالليل ساعه 3 بالليل يدقون الباب ومره قلعوا الباب، قلت له امي الهجار انضربنا كبير كلنا وطلعنا من البيت. ودائما يجي عمي هاي يعني ما يمر اسبوع اذا هو ما يجي يكسر الباب او يعني يفلشه وصياح وعياط وغلط بالمنطقه كلها تقعد، فهذا يعني دائما كل اسبوع احنا متعلمين. هاي المناشده الثانيه والثالثه الى وزير الداخليه، والمناشده الثانيه الى دكتور عبد الغني الاسدي، يعني لازم اقابل الدكتور عبد الغني الاسدي لان هاي القضيه كبيره، هاي داخلين بيها شغلات، عصابه مكونه من 7 أشخاص وثلاث بنات وياهم. من اجل الورث هناك مشاكل، تهديد، قتل، حرق سيارات، كلها في سبيل الاموال وسبيل الميراث، وهو المحزن يكون بين الاخوه
كل هذه الصراعات. هذا الموضوع أكثر شيء يجي من الناحية القانونية حتى نفهم ويفهمون كل الناس مسألة الميراث وشلون ممكن يتقاسم وشنية المواد القانونية التي تحظر بيع هذا البيت. لذلك معنا الآن مباشرة المحامي إيهاب العبيدي. أهلا بك إيهاب، لكن خلينا نتكلم عن موضوع الميراث. إيهاب، إذا كان أربع أخوة يعني واحد منهم رافض يبيع، معناتها ما ينباع البيت إذا أكو طرف واحد ما يريد يمتنع عن البيع؟ بالبداية تحياتي لحضرتك أستاذ ناطق وتحياتي للمشاهدين الكرام. طبعا للأسف في يعني مشاكل أو نزاعات الإرث موجودة منذ الأزل، إذا كان على مال منقول أو على مال غير منقول، وأقصد هنا العقارات بشكل خاص. زين، لكن في الآونة الأخيرة كثرت هذه المشاكل، وإذا رجعنا على الأسباب الحقيقية اللي لا تخفى على حضرتكم ولا تخفى على المشاهدين الكرام، هي طبعا أزمة السكن. أزمة السكن بوجود التعداد الهائل للسكان الحالي، الأزمة هذه القوية يعني ما يقدر لنفرض يعني لنفرض من ثلث السكان العراق أحد الأخوة رفض يبيع، معناته ما ينباع البيت، لازم كل الأطراف تقبل وتوافق يلا ينباع. لا أستاذ، أكو طريق قانوني لهذه المسألة اللي هي طبعا يقدر يطالب الشريك بالعقار المشاع، يقدر يطالب أو يقيم دعوة إزالة الشيوع. بس أنا اللي افتهمته من خلال التقرير أنه والدتهم أو زوجة المتوفي بعدها على قيد الحياة. الوالدة موجودة، بهيش حالة شلون؟ بهيش حالة، هو استثناء طبعا استنادا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 82 ألف المرقم 1042. طبعا يقول أنه العقار إذا كانت الزوجة على قيدة الحياة، زوجة المتوفي على قيدة الحياة، على قيد الحياة عفوا، نعم، بهذه الحالة لا يباع ولا يزال شيوعه إلا في حالة، طبعا إذا كانت شاغلة للعقار، إلا في حالة كان الموضوع برضاتها وموافقة عليه، أي وكانت موافقتها لازم تسجل طبعا بمحكمة وينباع أو يزيل شيوعه. نعم. طيب طبعا الفقرة الثانية بقرار مجلس قيادة الثورة، إذا تسمح لي أستاذ. تفضل. الفقرة الثانية أكو استثناء ورد على الفقرة الأولى، يقول إذا كان أكثر من دار لدى المتوفي، تخير زوجة المتوفي بين الداران وتختار إحداهما، وتتمتع هذه الدار التي تختارها بالحصانة الواردة بالفقرة الأولى. طيب أنت جدتك هيك حالات يعني بالمحاكم، أنت دائما تتواجد وتشوف قضايا كثيرة، مسألة الميراث يعني دا تزيد تجيكم هاي القضايا، مشكلة الميراث بين الأخوة؟ أستاذ بكثرة جدا جدا، وأرجع وأقول لك بسبب أزمة السكن. يعني مع الأسف إحنا نقول قبل كان الأخوة هم يقسمون الورث، بينما الآن يعني الورث هو قام يقسم الأخوة. أنا عندي موكل اتصل بي قبل شهر تقريبا من الآن، قال لي أستاذ أنا أريد أوزع ميراثي أو أقسم عقاراتي قبل لا أتوفى. من سألت على السبب قال بصراحة حتى أتجنب النزاعات اللي ممكن تحصل بعد وفاتي بين الأبناء. يعني وانت تخيل نعم وين وصلت، أي اختلف الأمر والزمن اختلف. المحامي إيهاب العبيدي اختلفت كثير. إيهاب العبيدي شكرا جزيلا لهذه المعلومات. وطلب مبلغ 500 مليون حتى يعني نشتغل بهذا المشروع. جهزت المبلغ، اعطيت المبلغ، رأس المال 534 مليون، يعني سوى بالمبلغ 900 مليون القى قبض، وهو يطلب 330، وصارت هاي يعني عملية نصب واحتيال، وكل من يطلع اللي عنده ونتحاسب بالقناة قدام العالم، وأنطيك مواعيد قدام العالم، وأنطيك ضمانات قدام العالم، ووراها أحاكمك محاكم عشائرية.
بعد أن عرضنا بالحلقة السابقة قصة أبو سجاد اللي ادعى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال كلفتة بقيمة أكثر من 500 مليون دينار ومقبض أي مبلغ أو أرباح من هذه الشراكة. بهذه الأثناء تواصل ويانا الطرف المقابل رائد خيون، وذلك من جهة حق الرد مكفول للجميع. الأخ رائد رح يتكلم الآن ويدافع عن نفسه ويرد على الاتهامات الموجهة إليه. شنو كان رد الطرف المقابل؟ خلي نتابع. وطلب مبلغ 500 مليون حتى يعني نشتغل بهذا المشروع. جهزت المبلغ، طيت المبلغ وسوقنا الحنطة، رأس المال 534 مليون، أرباح المفروض للتقديرية يعني كان المفروض هي 250 مليون. وآني هاي صار سنتين وصارت هاي يعني عملية نصب واحتيال. السؤال وين ودي الفلوس؟ الموضوع هو شراكة حنطة، تسويق حنطة لسايلو خانداري. نشتري الحنطة من كركوك ونجيبها لسايلو خانداري، فصار الاتفاق كالآتي: ينطينا 250 مليون نشتري بها حنطة ونسوق والأرباح بالنص. فسوينا عقد احنا وياه، الرجال دفعنا ال 250 دفعتين 125 و 125. فقمنا نشتغل، اشترينا حنطة وما اعرف شنو، وورا 20 يوم اعتزيت مبلغ 150 مليون، فجاب لي ال 150 مليون الى الصيرفة بحي الجامعة، حولناه الكركوك، صار المبلغ 400 مليون. بهذا الأثناء اجى قانون من رئاسة الوزراء ما ندري بأن الحنطة ما تتنقل بين المحافظات، زموهن الأمن الوطني على طريق ديالة بأنهن ممنوع يتحول من منطقة لمنطقة ومن محافظة لمحافظة. فأخذوا السيارات، أخذوا السواق. بهالأثناء قال أنا ورا 5 أيام 6 أيام ورا ما طلعنا السيارات وبعنا الحنطة وما أعرف شنو، ما لحقنا نسوقها أصلاً، بعناها بخسارة. فقال أريد مبلغ 70 مليون من رأس المال. أخذت له، جبت له 70 مليون، انطيتها جوه جسر حي العدل اللي هو مال حي الجامعة، طريق حي الجامعة وطريق الكاظمية وساعة عدن، جاني بسيارة مونيكا انطيت 70 ومشى وأنا مشيت، بقى من رأس المال 330. ورا 20 يوم قال شلون برأس المال؟ قلت له والله أبو سجاد رأس المال ما قاعد يعني موجود نصه والنص الثاني صار خسارة، بس أنا ما راح أشيلك خسارة، أنا أتحملها. فقلت له أكو موضوع شغل ويا رجال من أهل الصقلاوية، فقال هذا قرابتي ابن عمي، قلت له كنا ولد قرية، فقال لي حول 330 على هذا الشخص. فقعدنا واتفقنا على الصيغة وعرف الشغلة وشرحنا له الشغلة كلها كاملة. فقال لي أوكي هاي، قال إحنا نشارك. أنا إيش قد الأرباح؟ قال أنا الأرباح، قال لي أبويا الأرباح من 100 ل 120، فهو قال أنا أريد 120، قلنا له أوكي. فقال اكتبوا لي بيها كمبيالات وصكوك، فقلنا له ما يخالف. الشغلة راحت، الرجال أبو الصقلاوية قمنا ما نقدر نوصله، انهزم، صارت عنده مشكلة، الفلوس راحت. بالمناسبة أنا دافع بحدود 1,400,000 ما عدا 330 مالته للشغلة، وراح للصقلاوية وطلع عليه الدوريات وأخذوه، أطلق صراحة بكفالة. فقام يسوي يومي القابض، يعني سوى بالمبلغ 900 مليون القى قبض وهو يطلب 330. واكو فد موضوع يعني قبل 6 أيام تخابرنا انا وياه، تواصلنا انا وياه على التواصل الاجتماعي، فقلت له دز تليفونك خلينا نحكي وياك، خلينا نتواصل انا وياك ونحل هذا الموضوع. فوصلنا الى صيغه، طلب مني يشوف الوالد. قلت له والله الوالد انا ما اقدر اخليك تشوفه لان انت عندك مجموعه القى قبض وانت الظاهر بس تريد تكم شو الذبه بالسجن والوالد مريض. فقلت له انا خليك تواصلك وياي انا ابنه. فقال لي والله حكي حلو ومتفقين، اذا تريد نطلع بالقناه ونقعد مناظره، شلون السياسيين اليوم من يطلعون مناظره ويحكون على السياسه وعلى الدوله، فنطلع احنا مناظره انا وياك على القناه وكل من يطلع اللي عنده ونتحاسب بالقناه قدام العالم وانطيك مواعيد قدام العالم وأنطيك ضمانات قدام العالم ورا ما أفض موضوعك على القناة وأنطيك حسابك، بس بشرط الحساب يتخصص تقسيط لين ما عندي، أنطي دفعة أولية 100 بعد شهر شهر ونص، ورا بشهر الخامس أنطي 100 وشهر الثامن 130، وراها أحاكمك محاكم عشائرية، أريد حقي أنا، حقي مال التشهير.
وبسرعة ننتقل إلى رائد خيون اللي هو كان إلى حق الرد مكفول أنه يرد على كل الاتهامات. رائد الآن ويانا مباشرة، أهلا بك رائد. يعني المسألة أنه صارت الآن هي 330 الآن هو يطلبك، هل تراضيتوا لحد هاي اللحظة لو لا ويا أبو سجاد؟ البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا تفضل. والله المبلغ 330 فمن طلع للقاء لحد هسه ما تواصلنا أنا وياه، بس علي صوتك شوية يا رائد. بس العفو، من طلع بالقناة هو قبل أسبوع ما صار تواصل أنا وياه، بعد صار تواصل أنا وياه بس على الفيس، يعني نشر المقطع وما أعرف شنو، وأكو مجموعة من أقاربه أو ولد أخوه أخوته دزوا لي رسائل تهديد وما أعرف شنو. زين، يعني صار هيك أمور. طيب رائد، يعني حالية. تقريبا من 2018 إلى اليوم، يعني صاحب الفلوس دائما يظل متخوف، دائما يخاف إنه ما ترجع لفلوسه، لذلك هو كان يقدم يعني شكاوى ضدكم. أنت شو تقول بهذه المسألة؟ والله هو طبعا بالمناسبة حقه، هو صاحب الفلوس حقه ويطلب صدق، ويعني وأنا ما ناكره، بس أنا بوضع فلوسي راحت كلها، وفلوسه هو هم راحت وياي. بس هو المشكلة اللي سواها سوى القاء قبض على أبويا، وما قاعد نقدر نتحرك نشتغل حتى نوفي. بس رائد دا يقولون هو دا يقول أبو سجاد إنه ما يتم إلقاء القبض عليه لأنه أخوه برلماني، يعني ما يقدرون يقوم القبض عليه، ودليل أنت تقول هو موجود لحد الآن. والله العظيم يعني على طاري هذا الموضوع، أولا أنا والسيد النائب اللي هو عمي أخو أبويا من يتحاجى صار 4 سنين، وأبويا ما يتحاجى ويا عمي صار 4 سنين على خلاف عائلي، هذا خارج الموضوع. والسيد النائب والله ما له علاقة بهاي الأمور، وإجت الشرطة أكثر من 4 مرات 5 طبت البيت وما لقت السيد الوالد، لأن السيد الوالد مريض جلطة بالدماغ، 4 شرايين سويت العملية فتح صدر، ومسافر أصلا يعني مو هنا بين الحياة والموت. نعم. فيعني طيب أنت الآن شتعلن مسألة تتقلت بالشهر الخامس والثامن، ما فهمت ليش الخامس والثامن أنه ترد له أقساط، ما فهمت ليش، يعني كل شهر ولا شلون؟ أنا يوم 15/10 عندي فلوس راح تجيني، يعني هذا الشهر راح يجي من حساب ال 330 اللي باقي. اي 15/10 يوم 15/5 يبدا عندنا تسويق الحنطه والشغل يصير بالصيف وعلى السايلوات، اقدر يعني ادبر له 100. يوم 15/8 يصير تسديد من الدوله، يعني تقصد الشهر اللي راح يجي العاشر ويتنازل. وبعدين بالسنة اللخ شهر الخامس أيه. والثامن وتكمل أيه الشغلة. نعم. يعني نعم هذا اللي أقدر عليه وأسويه. زين، احنا أنا فلوسي كلها راحت، أريد أشتغل يعني وأسدده، يعني حنلتقيك بالشهر الثامن إن شاء الله بالسنة الجديدة، ونشوف فعلا تم تسوية هذه المشكلة أو لا إن شاء الله، يعني إذا الله كاتب لنا عمر. شكرا جزيلا رائد، يعني لضيق الوقت اضطر اتركك، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. الان ننتقل الى قضيه احمد اللي انقتل في مدينه الصدر، وتم القاء القبض على احد المقربين من احمد المتهم بقتل المواطن احمد، وبالتالي المتهم اعترف على 6 اخرين اشتركوا بعمليه قتل احمد. اهل احد المتهمين ردوا على بعض اقاويل اهل احمد وقالوا ابنهم كان مسافر للكوت وهذا يعني هو بريء، لكن اهل الضحيه احمد عندهم ادله وراح يردون على الطرف المقابل. خلينا نشوف تقرير احمد من مدينه الصدر. يوم 25/7 رحت انا للمحكمه فطبت على القاضي، فمن طلعت شبقني كرار قال يوم ما خلصيني من دولة قشمروني ضحكوا علي أريدك تخلصيني وأنا منطلع عارف شلون أعلم. قلت له ليش قتلت ابني مو كان صاحبك ويسولف وياك وتطلع وياه وحتى كنت أوصيك عليه؟ قال بعد شيرهم ضحكوا علي قشمروني. الدليل هاي أكو ورقة عنده، هاي هنا هاي الورقة، هم قبل الحادث بسنة ونص إجوا قاومونا ابنهم، وهاي الورقة قاومونا 8 شاير تهمة وأخوي بقضية منشور. قاومنا قبل سنتين. ليش؟ حدود نشر على ولدهم
اتهموا اخوي بالمنشور، وانا اخوي لا يعرف يقرا ولا يكتب. كل هذا صار الحادث ورا 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 القوامه ب 8 اشهر او 7 اشهر. ما عندنا علم ولا شكينا بكل واحد امانه الله. اجت الدوله وهاي الاوراق. هاي الاوراق. باب. 5 فايلات، هاي الاوراق اجت الدوله سجلنا دعوه بدفاع المجهول بمركز المنتظم. كظت المكافحه خلال شهر اقل او شهر شهرين كظت منتهم من يومهم، واحد من يومهم. هذا اللي مقاومنا. المذكورين هنا المقاومين 8. اعترف على 6 بس. ليش ما اعترف على الباقي؟ بريء يضرب اخوي 3-4 طلقات مضروب؟ يقول له ضربناه بشتافه و4 و3 براسه؟ يضرب اخوي قبل لا يسد الباب مال سيارته وطاقينه؟ يضرب اخوي قبل لا يطلع من الباب مال حديقه وضربه؟ شنو البريء؟ وبالسياره يضرب اخوي عنده اكس بلور وجه بيها وطب للحديقه وضربناه ونزلنا، شنو هاي؟ شنو البريء؟ وانت تحكي تقول انا عندي ادله بعيني، وين الادله مالتك؟ امشي وياي سلم ابنك قدامي واعرض الادله مالتك وانا اعرض الادله مالتي. والله عندنا ابن طاق صور بكركوك او بالكوت، هذا دليل؟ يلا تجيب دليلك امشي وياي، بس قبل لا تعرض دليلك امشي سلم ابنك وانا اعرض دليلي قدام الدوله وانت اعرض دليلك قدام الدوله. هم ما شاء الله بعلاقاتهم مفولين مفولين بالعلاقات، يضغطون على العالم الضباط النقلت شنو انت تطلع علينا؟ اي دوريه بتطلع عليهم يشتكون عليهم. وحق مصاب ابو عبد الله وهذا شهر محرم. 7 جهال عنده، يعني هي بين يوم ويوم تشوف ابنها، انا ابن ابنها ابنها جوا القاع علي. ادح عازيها اريد الله عليها، ما شايفه ابنها مثل ما انا ابنته الي 7 جهال عنده، وهذا الرجال ابو عقالي يقول اريد ادله، شو يريد ادله اجيب له؟ شو يريد قضائيا؟ شو يريد ادله؟ خليه يجيني ابن بريء خليه يسلمه للقضاء وانا اذا ابرز ادلتي وهو يبرز الادله مالته. كان وين؟ هم 7 يوم الحادث بالقراج موجودين، 7 ودزوا واحد للمستشفى قالوا شوفوا مات، اجاهم الخبر مات. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. عم اقسم لك بالزهره ابنها كل 3-4 ايام ويوميه بالمدينه وعدي ادله وعدي شهود. كل ما يجون احنا تجي الدوريات والدوريات تتاخر عليهم. واحد من يومهم يخابر على هني يقول لهم والله العظيم الى ما افر بي سجونات العراق كلها واحنا الدوله احنا نتحكم بيها. افر بي العراق كله الى ما تتنازل عن اخونا. تنازلي احسن لك، مو يعرفون الدعوه باسم، تنازلي احسن لك لان ضيعه ذاك كتلناه هذا نضيعه لك. هسه وبعد 2 و3 وقلت ما اتنازل عن دم اخوي. لو مو تهددون، لو مو تقتلون، لو مو تحجون، لو مو تطلعون، ما اتنازل عن قضيه اخوي الدوم. اجي قلنا لعمك انت فصل فصلتنا. مال انت على دم اخوي وفصلتني وارتضيت وياه وجايني تعال لو ترفع شيك وش تبغى لو ترجع الفصل، هذا الحكي ما مقبول. قال لا عمي يرجع الفصل. قلنا له والله ما يرجع لو يظل اخير سيد موسوي من العصافره وبالاحرى بالعام من المشعشع كله ما يرجع الفصل. يرجع بشروط عندنا وياك هاي ورقه انتم كتبتوها وهذا اخو المتهم. اخوانه كتبوها هذول اسمائهم كتبوها زين اخوان المتهم. كتبوها قلنا له احنا بالنسبه لك فراضه قانون عندنا فراضات بالعراق زين اي فراضه لي عجبك نروح له على ورقتك اذا احنا زالين بالانتفاق والله نتنازل لو كان يروح دم اخونه واذا انت خالي انا بالانتفاق ما يصير ويضرب لشمة الاخو شنو وهاي امه الله وكيلك احنا ما تعرفنا احنا نجيها مرات متيهتنا زين وذيك زوجته قاعده معتزله زين واحكيها امام الكل يعني معتزله اختي المخبله صارت 7 جهال وين نوديهم؟ واحنا هم يلا معيشين كل واحد عائلته ويركضون على ذولا والدفنين يردون يقتلونهم يقولون فر بهم السجون كلها ليش؟ يا ناس فقر احنا هم ينتمون بالاحزاب احنا ناس فقر لا حول احنا الله ويانا ان شاء الله والدوله ويانا نريد تاخذ حقنا من عندكم ان شاء الله نريد الناشد اول شيء الله سبحانه وتعالى اللي يوقف ويانا ملينا من الدوله والله ملينا واحنا الناشد رئيس الوزراء والناشد عثمان الغانمي والله العظيم حوالي 5 مرة 6 مرة أروح المكتب وما حد يوصلني إليه أسئلك عليك بظل الزهرة الدولة تصعب يصعب عليها متى والله لو دولة الدنيا كلها بأبعد دولة بالعراق تجيب لعرض مشاكلكم عليكم مراسلتي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك باسم ناطق صلاح الدين. أخيرا أقول
وحدنا يمكننا أن نفعل القليل جداً، معاً يمكننا أن نفعل الكثير. إلى اللقاء.